دكتور دريد، الجدوى الاقتصادية من مشاريع الاستثمار في العراق وجزء من عدها في قطاع النفط. يعني ما عرفنا أي نسبة مشاركة بالدخل القومي كل الاستثمارات عدا النفطية. يعني نسبة مشاركة قطاع الإنشاءات، قطاع الزراعة، قطاع الصناعي، كل الاستثمارات اللي صارت به يعني جدا جدا شكلية، لأن ما عدا نسبة مشاركة بالدخل القومي بمردود للدولة. فعملية الاستثمار عندنا، ولهذا يعني موضوع البي او تي ال هذا يهيئنا إلى أن نشتغل. احنا الفكرة عندنا أن أشغل 85% بالمشروع. فكرة التخلص من البطالة. شو يشغلهم أنت بالجولات التراخيص؟ أبسط العمالة. أبسط العمالة، ماكو خبرة، ما يصير تراكم خبرة. ما قلت لهم 100 مرة حكيناها يابا، هي مو مسألة تشغيل، هي مسألة خلق كادر. يعني هاي الفترة كلها ما قدرت أطلع لي 20 واحد يروحون يساعدون شركة الحفر حتى تحفر لها سمع لنا 11 بير. لازم تجي شركات عالمية. شوف جولات التراخيص، لا استغلال غاز أمثل، ولا استغلال نفط أمثل، ولا استغلال كادر، ولا تهيئة كادر. يعني دعايتها أكثر من واقعها. إذا شكل من الأشكال. إذا أنت تقدم لهم على طبق من ذهب، شو تريد؟ يعني عقود قدمت لهم يعني؟ أقل شيء كان مفروض يروحون على القيعان، ما بها كل شيء، ويروحون على شغلات تجهيز. المهم هذا مواضيع كلش عميقة. لكن إلى حد هاي اللحظة، إلى حد هاي اللحظة وزير العمل وفتقت أذهانه، قال راح نسويها 70% من العمالة عراقيين، والله طلع لي 10% فنيين تعادل كل 70 مالتك. يعني فكرة فكرة الدخول لأن تخلق أو تهيئ كادر لعمل مستقبلي ماكو بالدولة. أنا يعني أي شركة تجي بعد الغاية من هاي العقود شنو؟ والله بس بتجيب لك كم فلس حتى تقعد، لا تشتغل ولا تعمل تصرف. ولشو كت العراق يبقى على الـ على ال شو اسمه الريع الأحادي اللي هو بس النفط؟ وقت ما تجي ناس تعرف تشتغل بالصناعة بالزراعة تشغل الموضوع. تلاحظ الآن راح يصير مؤتمر بعرض بغداد، إيجاد وسائل التسويق، وسائل التسويق للمنتج الصناعي. الغاز مالنا احنا مو نصدر نفط خام، زين ليش ما انا اكب سوى صدر نفط غاز خام؟ يجوز مرحله واحده يصير عليه مثل ما يصير على النفط. انا دا احرق في لا شيء، يعني بدون حرقة قلب اكبس كبس، ومثل ما دا يصدرون نفط خام احول سائل وصدر غاز خام، أقل الكلف وأقل من عشرات المراحل اللي دا أنتج فلان دا أسوي فلان دا أطور فلان وأجيبه كذا. كبس كابسات كل حقيل وأنابيب بواخر عدها قطر هالكبرى. يعني اللي حرق من الغاز من بداية بابا قرقر لليوم بحدة ينشئ دولة. بعدين قانون النفط والغاز، والله انا فكرتي يمكن انا الوحيد طارحها ما ادري يؤيدني، واتمنى ان اسمع راي الدكتور بها. اتمنى يعني ان يصير قانون للغاز وقانون للنفط، يعني الكل متجه الغاز بوحده دوله والنفط دول. ليش ما انا افصل قانون الغاز وقانون النفط؟ دخل لي هذا من وليش ما شركة لا نفط لا وطني؟ لأن خط الإقليم بي هسه راح أرجع أياً كان. أي أياً كان الخط إلهم وإلنا أفضل. جميل، شركة الغاز وشركة النفط يا أخي بعد واضح واضح يا دكتور زرد.